وللمزيد عن مهرجان العالمين الجديدة ينضم إلينا محمود جميل مراسل التلفزيون المصري. محمود، بعد التحية أطلعنا على الجديد لديك والمزيد عن فعاليات المهرجان والأنشطة الرياضية والثقافية. مرحبا بكم من مدينة العلمين الجديدة، وكما تابعتم يعني هذه الأجواء المبهجة التي تسيطر على كل فعاليات المهرجان، سواء كانت الفعاليات الرياضية التي كنا نتابعها بالأمس من خلال كرة الطائرة الشاطئية وكرة السلة ومشاركة الأبطال والنجوم في هذه الأجواء الجميلة، والتعبير عن أهمية هذا المهرجان الذي يشارك فيه كل النجوم في الألعاب الرياضية المختلفة، وأيضا الحفلات الفنية التي تابعناها بالأمس، حفل الفنان الكبير تامر حسني. والحقيقة كان الحفل بالأمس يعني بيه عدد كبير من محبي وعشاء الفنان الكبير تامر حسني من مختلف الأعمار الحقيقة، ومن مختلف كمان الفئات والجنسيات العربية المختلفة. كان في حالة جميلة فنية، سهرة فنية جميلة، حالة من الازدحام الجميل اللي كان موجود الحقيقة في الحفلة، وده طبعا يعني تم تقديم كل التسهيلات والتيسيرات من الشركة المتحدة وشركة تذكرتي لتسهيل دخول طبعا كل محبي وعشاء الفنان الكبير تامر حسني في منطقة اليو أرينا بالأمس، وكانت حالة مبهجة لكل الموجودين في الحفل. النهاردة كمان هيتم استكمال كل الفعاليات الموجودة بحفل لفرقة المصريين اللي أسسها الموسيقار الكبير هاني شنودة في المدينة التراثية في مساء هذا اليوم، وسيكون هناك باقة من أغاني الزمن الجميل، بالإضافة إلى أن هذا الأسبوع أيضا سيكون به عدد من الفعاليات المتنوعة، سواء استكمال فعاليات الرياضية ببطولة كرة اليد، أو حتى يعني بعض المسرحيات التي ستنطلق في الأول من أغسطس، وبالتأكيد حفل الفنان الكبير رامي جمال، بالإضافة إلى أنه سيكون هناك حفل جيل التسعينات برعاية موسم الرياض وهيئة الترفيه. فنحن نتحدث أيضا عن استكمال باقي فقرات وزارة الثقافة والبرنامج الفني الثقافي من فرق الفنون الشعبية وفرق التنورة، وأيضا الإقبال من الزائرين. لازلنا نتابع هذا الإقبال سواء هنا في الممشى السياحي أو حتى في المناطق الأخرى التي يوجد بها فعاليات مهرجان العالمين الجديدة، بالإضافة إلى أننا كنا نتابع منظومة النقل الذكي النظيف الذي يعني تم تقديمه لنقل الرواد والزائرين داخل مدينة العالمين الجديدة. وبالتأكيد سنتابع معكم كل الفعاليات الخاصة بالمهرجان. شكرا لك محمود جميل، كنت معنا من مدينة العالمين الجديدة.